سعيد يا فؤاد. مساء الخير يا فؤاد. كنت فين يا استاذ لحد دلوقتي؟ شو في فؤاد؟ في انكم نسيتوا انتم مين ومن بيت مين وانكم أمرة، وده ادعى انكم تراعوا تصرفاتكم. طب لزوم ايه الطريحه اللي انت بتقولها دي؟ هو كان حصل ايه يعني يا فؤاد؟ انت اسكت خالص، مش عايز اسمع صوتك ابدا. انت كان المفروض تقول لهم ما يتاخروش لحد دلوقتي عشان ما نبقاش كلنا عرضه لكلام الناس. قطع لسان اي واحد يجيب سيرتنا بكلمه، الناس عارفه كويس قوي احنا مين. وبعدين انا خرجت معاهم ورجعت معاهم. يا سلام. خلاص يا فريد، اتركني انا بتفاهم معهم. انت باي حق ترفع صوتك بوشنا وبتحكينا بهالطريقه؟ انا راجل البيت ومسؤول عنكم باي شكل من الاشكال، ومش هسمح لاي حد يمرمغ اسم العيله. خلاص، وكلمه زياده ما بدي اسمع. لا انا هتكلم واتكلم واتكلم، لان محدش هيتلام في الحكايه دي كلها غيري انا. انت ولا شيء فاهم؟ ولا شيء. وانا المسؤوله هون بهالبيت، واذا مش عاجبك البيت بفوت جمل. بفوت جمل؟ اي مش عاجبني، مش عاجبني يا فريد، مش عاجبني يا امل. الله يجازي شتوانك يا فؤاد. خلاص يا ماما ما تزعليش نفسك في الليله الحلوه دي. ابنك وانت تايهه عنه يعني؟ مش عاجبني. خلاص يا امل، خلاص بقى. فوتي نامي يا ماما، تكوني تعبانه. تصبحي على خير وانت من اهلك. فريد انا عارف انك مجنون، بس مش للدرجه دي. يبقى ما تعرفنيش كويس اخويا، وما تعرفنيش كويس. انا مجنون لدرجه ما يتصورهاش عقلك يا استاذ. وبعدين الدنيا مليانه ناس عاقلين، مش هيخص عليهم حاجه لو نقص واحد. فريد كبر ايه يا فريد؟ كبر ايه؟ انا عارف ان المكان ده ما يليقش بيا يا فؤاد، بس اعمل ايه؟ انا ما فيش قدامي غير. وبعدين دول 20 جنيه، 20 جنيه في الشهر. فريد ما تنساش انك الامير فريد الاطرش. انت ما بتقراش جرايد؟ اهلك في سوريا وبجبل العرب بيموتوا كل يوم دفاعا عن البلد، وعايز تغني في كباريه؟ مع كل احترامي للناس اللي بتقاتل وتدافع عن ارضها، انا شايف ان ربنا سبحانه وتعالى بيدي كل انسان الملكه والموهبه ويهديه السبيل اللي يقدر يناضل بيه على طريقته. والفنان في العصر اللي احنا فيه ده ممكن يجمع أهل العروبة على معاني راقية، ممكن كمان يقاتل بفنه زي ما الجندي في الميدان بيقاتل بسلاحه بالظبط. يا سلام يا سلام يا سلام. يعني لو طلعت موظف في الحكومة، سيدي طبيب، مهندس، محامي، لكن مطرب. طيب اترك لي فرصة أني أعرف أقنعك.